للمزيد مشاهدينا الكرام معنا من القصير مراسل الأخبار الحربي معين درغام. معين مرحبا بك، ما الجديد لديك؟ تحياتي لك رشا ولكل مشاهدي الفضائية السورية، نحييكم من مدينة القصير لليوم الخامس على التوالي. يواصل بواسل الجيش العربية السورية عملياتهم ضد إرهابيي جبهة النصرة في سياق المرحلة التالية من العملية التي يقوم بها الجيش العربي السوري داخل مدينة القصير بملاحقة كافة المجموعات الإرهابية، وذلك باتجاه وسط وشمال المدينة والضغط على محور الشمال لإحكام السيطرة على حركة الإرهابيين لمنعهم من الفرار في أي اتجاه. ومن الأخبار الميدانية ونتائج عمليات الجيش لليوم الخامس، فقد قامت بواسل الجيش بضرب تجمعات الإرهابيين في الحارة الشمالية مما أسرع عن مقتل 13 إرهابيا، وتم تدمير مقرات الإرهابيين في وسط المدينة مما أدى لمقتل 7 إرهابيين، كما دمرت لهم بواسل الجيش عددا من السيارات المحملة برشاشات دوشكا ودراجة نارية أثناء حركتها في الجهة الشمالية التي هي معقل الإرهابيين ومقتل من فيها، كما تم القضاء على أبرز القناصين من جبهة النصرة في الحارة الوسطى ومقتل 4 إرهابيين في الحارة الجنوبية كانوا يختبئون وراء أحد المساتر. وفي محاولة للإرهابيين التكفيريين من الداخل اللبناني بالدخول إلى مدينة القصير لمؤازرة إرهابيي جبهة النصرة، تم التصدي لهم من قبل وحدات الجيش العربي السوري في أكثر من موقع حدودي، ودمرت لهم ركلا من السيارات التي يستقلها الإرهابيون في منطقة جبل البريج ومقتل من فيها، أيضا وفي موقع النعيمات جنوب مشاريع جوسي على الحدود اللبنانية السورية. كانت ضربة قاسمة للإرهابيين من قبل بواسل الجيش، وذهبت جثث الإرهابيين أشلاء، وهذا مصير كل من يحاول أن يعتدي أو يدنس أرض سوريا. إليك رشا. نعم، من مدينة القصير بحمص مراسل الأخبار الحربي معين درغام، شكرا لك على هذه التفاصيل.